أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إن كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين وإذ قال لقومه ألا تتقون أتذرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على
إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطًا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين صدق الله العلي العظيم رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وآله عليه أشرع شرع أحمد ودين ما بدا به صوت ذا الفجر بدا جمال المصطفى كالبدر في كماله علي إيسا أجانا علي بدا جمال المصطفى كالبدر في كماله محمد وآله تمام الحال لامه ألم تر جسمانه وآله ثم المحب عاشق برؤية حبيبه على محمد وآله